السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من آخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. متابعين الكرام، موعد مباراة النادي الأهلي المصري أمام نادي استاد أبيجان من كوت ديفوار أو استاد ساحل العاج، يعني مباراة بإذن الله تعالى في الجولة الأولى من دوري أبطال أفريقيا 2024-2025. الأهلي في مواجهة استاد أبيجان اليوم الساعة 6 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان. المباراة معادها الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة. السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا. المباراة ميعادها الساعة 5 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 4 عصر النمسا بتوقيت جرينتش وموريتانيا، والساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان. قناة ناقلة للمباراة قناة بين سبورتس اتش دي 2 الثانية، والمعلق علي محمد علي، قناة تايم سبورت البث الأرضي، والمعلق هيثم هيبة. ملعب المباراة ملعب استاد القاهرة الدولي، الجولة الأولى من دوري أبطال أفريقيا. اشترك في القناة وفعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.